بسم الله الرحمن الرحيم. تقنية التأمل قوية جدا تربط العالم الروحي بالعالم المادي من خلال العنق، منطقة الحنجرة، شاكرا الحلق، امتنان وشكر كبيرين للحكماء والمعلمين والمرشدين منتشرين على سطح المعمورة في هذا الزمن لإنقاذ المركب المترنح. نجلس وضعية مريحة، استقامة بالعمود الفقري، اللي ما بيقدر يستلقي على الأرض بس يفضل دوما جلوس باستقامة العمود الفقري، ممكن وضعه وسادي أسفل الظهر. نأخذ نفس عميق، الزفير بيكون عادة ضعف الشهيق، من جديد نفس عميق، دوما بالزفير يفضل خمس البطن لجوع للداخل لطرد الهواء العالق بالرئتين بضغط الجهاز الحاجز. نغمض العيون، تابع التنفس، تنفس ضروري لراحة الفكر، يساعدنا على الدخول مع التقني. نركز على منطقة العنق، لداخل الحنجرة بالعمق نقطة مضيئة، ندخل للتركيز فيها، نتنفس بهالمنطقة تنفس عادي، ناخذ شهيق ونردد صوت ام بحيث تهتز منطقة الحنجرة مع النقطة المضيئة اللي بالعمق فكرنا فيها الآن. راقب الاهتزاز وين عم يروح، هل عم يروح للجانبين للأعلى للأسفل أو للأعلى والأسفل معا، نشعر
فكرنا بالعادي بيتقلب بالعالم الخارجي مع الموجات الخارجية. الآن رح نخلي الموجات تنطلق من مركز الحنجرة للخارج، والفكر نجيبه بده يكون هو المركز، نسحب الفكر فكرنا للداخل، داخل النقطة المضيئة اللي بعمق الحنجرة. من جديد راقب الأم، خلي كل وعينا داخل الحنجرة مع النقطة المضيئة، والموجات اللي عم تطلع للأعلى والأسفل ضمن العمود الفقري نركز عليها. الآن خلي الموجات اللي عم تطلع لمنطقة الرأس تطلع لوحدة، ونركز مع الموجة اللي رح تنزل لتحت بحيث يصير وعينا بمنطقة البطن معها. تابعوا، لاحظوا الموجة الصادرة من مركز الحنجرة عم توصل لمنطقة البطن، مركز الضفيرة الشمسية والسرة، عم تحرك العواطف. راقبوا المشاعر، راقبوا كيف هي الموجة بتعالج الخوف والقلق والهم والحزن، تعطي تغذية طاقية كبيرة جدا لهذه المنطقة اللي سبب معاناتنا للعلاقات والانفعالات العاطفية. بتحرر كثير مشاعر وروابط بمنطقة البطن. نرجع بوعينا لعمق الحنجرة، نقطة النور المضيئة اللي هي مركز متصل مع عنصر الفضاء الأكاشا مع زرقة السماء. الاهتزاز الأزرق بمنطقة العنق، خلينا نركز عليه للشفاء، هي الرابط العجيب بين العالمين العلوي والسفلي أو الروحي والمادي.
نركز مع الاهتزاز على طاقة اللون الأزرق لشفاء منطقة العنق بكل تفصيلاته. اللون الأزرق السماوي اللطيف عم يجدد حيوية كل خلية، بينشط الغدة الدرقية، بعيدها للتوازن، تغلغل لكل المنطقة. نشعر من خلال هذه السماء الزرقاء، هذا الفضاء الواسع بمنطقة العنق، بانفصال الرأس عن الجسد، وكأنه نحن صرنا قطعتين منفصلين عم نتصل من خلال زرقة السماء. عم نشعر بالعالم الروحي العلوي المتمثل بالرأس، عالم الوعي الصافي النقي، وممثول العالم المادي كما هو الرأس في الأعلى بأفكارنا عم تنعكس علينا الواقع المادي من خلال زرقة السماء الصافي بمنطقة العنق. عشان هيك نحول الزرقة الصافي لتشفي كل أفكارنا اللي عم تمثل وعينا عم تترسب بشكل مشاعر وتعلقات بمنطقة البطن. عم نشفي كل خلية من خلايانا باللون الأزرق. نشفي منطقة العنق، منطقة الرأس، منطقة الأكتاف، إرخاء لكل العضلات المتشنجة. نرجع ندقق بعمق مركز الحنجرة، نشوف هذا الجمال اللي الإنسان مخلوق عليه، وهذا السمو اللي فاقده من خلال مادية الطباع. الإنسان كائن سماوي قدر يعرف حاله الآن إنه هو مستوى أعلى مما كان يظن بكثير. بهاي اللحظات الثانية نثبت العهد بكلمات السمو: مولاي سبحانك، فجرا نزعت عني الدثر وطهرتني وأدخلتني الكوثر واستخلصتني لك، ولم تترك فيا بقية من توجه وإقبال لغيرك. لقد عجب الذين لم يشاهدوا نور سبيل الشعشعاني، كيف انسلخت تلك الأشباح من أثواب غرورها وتدثرت بقطع من علائق سرمديتها، فحيا ما مات بها من أعمار المتوجهين إليك والمقبلين عليك، إذ الحناجر خالصة بالمشاهدة والتخليد، إذ الحناجر خالصة
من مشاهدة التخليق. الآن اللي بيحب يتابع تأمل بهذا السمو يقدر يتابع، واللي بده يرجع بعد دقيقة من الآن يعطي أمر العقل والباطن إنه رح يبدأ بفتح العيون بالتدريج. بحيث ننقل موجة السماء للأرض من خلال أفعالنا اليومية، من خلال أقوالنا، أفكارنا، مشاعرنا. يكون الحب فينا سامي والفكر نوراني والشعور دوما لطيف إيجابي، والكلام في خدمة التشجيع لتجاوز المحن والبلايا والحزن والخوف والروابط والعلاقات والمعتقدات المتطرفة. من هذا السمو نفتح عيوننا شوي شوي بالتدريج، نعقد العزم على أن ننقل رسالة السماء لعالم الأرض بعد أن أدركنا ومضى من حقيقتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.